بتتكلم عن فولت تو فولت كور فلو ما بين فولت يوزر وانذر فولت يوزر تاني في دقيقتين. يوزر ايه هيبعت انفايت ريكويست جواها الاس دي بي اوفر بتاع يوزر ايه والسي بي ار اي بتاع يوزر ايه للسيرفنج كول سيشن كنترول فانكشن. طيب الاس سي اس اف هتبعت للام ام تيل الابلكيشن سيرفر عشان تروح تجيب الاوريجينيتنج سيرفيسز بتاعت الاي نمبر، لان ممكن يكون معمول له بارينج مثلا للاوت جوينج كولز. الام ام تيل هترجع الانفايت للاس سي اس اف وجواها السيرفيسز اوفرد للاي نمبر. طيب الاس سي اس اف هتعمل دي ان اس كويري مع الدي ان اس سيرفر عشان تعرف الانتروجيتنج سي اس اف او الاي سي اس اف اليوزر بي موجود عندها. الاس سي اس اف هتبعت الانفايت للاي سي اس اف اللي رجعت لها من الدي ان اس، اللي بدورها هتروح تبعت للاتش اس اس لوكيشن انفورميشن ريكويست عشان تعرف مكان الاس سي اس اف اليوزر بي ريجسترد عليها. الاي سي اس اف هتبعت الانفايت للاس سي اس اف اللي بدوره هيبعت للام ام تيل برضه ابلكيشن سيرفر عشان يعرف التيرمينيتنج سيرفيسز بتاعت البي نمبر. الام ام تيل هترد بالتيرمينيتنج سيرفيسز للاس سي اس اف اللي هتروح بعت الانفايت لمين لليوزر بي. لو الدنيا تمام عند يوزر بي هيبعت 183 سيشن بروجريس ريسبونس جواها الاس دي بي انسر بتاعته. طيب الباس بتاعها هيبقى نفس الباس بتاع الانفايت ريكويست، واثناء ما المسج او الريسبونس 183 سيشن بروجريس بيتبعت التو يوزرز هيبتدوا يحجزوا البيرز بتاعتهم. لو الدنيا تمام المكالمه والميديا ترافيك هيقوم ما بين التو يوزرز عن طريق الديديكيتد اي بي اس بيرز بتاعتهم، وكده يبقى المكالمه نجحت ما بين التو يوزرز.